يا التاجر، أشوفك كأنك مهموم. فويش تفكر؟ ما في شيء، يعني أفكر في موضوع. ويش هذا الموضوع اللي يخليك تفكر فيه بهذه الطريقة؟ أحيانا ورق الشجر يكون مخبي تحت شيء وما نعرفه، ويمكن نظل نمشي من تحته أو جنب سنين بدون ما نشوفه، بس لو جات نسمة هوا بسيطة تحرك الورق ينكشف هذا الشيء بسهولة. ما فهمت شيء. بتفهم، وأنا بعد بفهم، صدقني بيجي يوم بنفهم فيك شيء. تريدني أجيب لك شيء؟ لا شكرا. متى بنروح نتاجر لقنفل؟ اليوم إن شاء الله. أنا جاهز. نتقابل إن شاء الله. جاهز لأي شيء ممكن يصير، وجاهز إني آخذ اللي أبيه. ناجم ضرب بدرية؟ ما أول مرة يضربها، وكانت تضم اللي زاد عليها الزود، وقاصر لا يقتلها من الضرب بس. أنا باخذ حق بنت عمي، خوز عنك علشان ترد أيام الشر. واللي سووه بنلقى له حل إن شاء الله. هو حل واحد وما في غيره. لا بنتي خلاص خفت، ما فيها شيء، بس هي كانت تمزح. في ألف سبب وسبب يخليني أمشي له. لا تنسى الثور، هالثورة يوم نحتاج سند نتكي عليه. وانت يا فاضل روحي مع الشيخ خيث وخذي بنتك معك، وسمعي وتبعي كل كلمة يقولها. قالها قلاع عيون ما ضربه وبس، لكن الأيام جاية وفيها من هذا الشيء وزود. سمحت يا شيخ خيث، ترى هذا يهددني قدامك. خلي عني ذي السوالف، روح قولي لبنتك ترجع لبيتها. بنتي في بيتك. زين سويتي يا ام فاضل، زين سويتي، جزاك الله خير، احسنتي. والحين توري روحي بيتكم. وحق بنتي قومي تروحي بيتكم ولا لا؟ حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. ناجم الله يهديك، زين كذي سويت بنت الأوادم؟ ما لهم غير هاي المعاملة يا شيخ. زين لكنها حرمتك وأم أولادك. لا تنسى أن حرمتي وأم أولادي من عائلة مخزوم، وأنا بأذل كل واحد من ذي العائلة علشان أراويهم هيبتنا في هالحارة. بعد لا تقول احترقنا ريالي، ثبت صراخ الحريم في البيت وما لقينا حد. شفتيني كيف كنت مستعد اروح افرخ خشم ناقم وغيث في التراب واخذ حق بنت عمي، لكن طلع الفارس الملثم وخلى الكل في قبضتها. وسمعت ايش قالت؟ زاهد لا تقول كذي عن خالتي ام عابد. اوه ما قدرت تسوي اللي في خاطرك من غير ما تسمع كلام الفارس الملثم. فكريني خفت منها؟ Thank you.
خيب ظننا فيك يا غيث. كبرنا وكبرت همومنا وانت عقلك هو هو أعمى بصر وبصيرة. ايش اقول؟ بتروحي؟ يلا يلا يلا. صبري يا بنت الحلال صبري، الله يعينك ما يخالف بنت الحلال. عمتي في ضيفة عند الباب. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أنا تلاقيني؟ لا أنا جديدة في الحارة. إيه. هذه حرمة ضاوي. ما شاء الله الله يبارك. زين زين بالبركة بدي. سامحينا ما قدرنا نجي العرس ونهنيك، مثل ما تشوفين عمتي مريضة. سلامتك خالتي، تفضلي. كيف بالمختلاف ما يستوي الهدية علينا نحن؟ هذه زوارة من عند أبوي. ويسلم عليك وايد وايد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشد ود عمك، قول له ليش مسوي ظولة في بيته؟ الظولة ما تستوي يا عبد الحميد غير هنا في مجلس الشيخ غيث. اللي مسوين ظولة في بيتي على قيلتك هذي اللي جاييني علشان أكلمك، لأن هذا الوضع ما عجبنهم. أولاد عمك يا شيخ غيث عاتبين عليك، انت اصلا لا مسوي لهم قيمه ولا مسوي لهم قدر، والحين يخيروك يا همه يا ناجم. قول لهم ظفر ناجم يسوى عشرة منهم. تسلم تسلم يا شيخ تسلم. الله لهانك. يا العروس سامحيني، من امس ما جيت اتقهوى عندكم. كيف حالك انت؟ بخير. انا الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟ الحمد لله. من وين جايه تمشين؟ ما قلت لي كانت تمشي معاكي. تعالي تعالي تقهوي عندي. احسنتي، مستعجله شمس، انا مستعجله شويه. يا الله عشان خاطري، تعالي تعالي بتقهوين عندي. يا الله يا شمس لا تحلفيني بخاطرك، خاطرك عود عندي. يعني وافقتي تقهوين عندي؟ يلا بنت قهوة بالمرة، تعرفيني على الحارة أكثر. أقول خلي بنت قهوة عندك. وأبوي وبيتك؟ لا يا عكبدي، من بيتنا وبيتك. لا يا زي، والقهوة؟ بنت قهوة بيتكم أحسن. بالله عليكم هذه المخلوقة عاد شاذر. أشوف يا بنت الحلال، لكن عاد أنا ما أحب حد يكلف نفسه عشانه. شمس تقول ان هالريال من دخل الحارة وهو يوزع في الهدايا والغوازي، حالة متيسر وراهي. ليش؟ إهايج فقيرة؟ شاذر شور انك تردينها في وجهها عشان يعرف ان بيت مخزون مو محتاج لعطايا. هذه هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. والله بعد ما حد يعرف ابو رحيمة ايش قصده من الهدية. يا معابد رديها وريحي راسك. لا ترديها، واذا وراها شيء بيبين، لا تستعيله. أبوكي ليش جايب زوارة لمعاب؟ هو يعرفه؟ ما عنده إلا ما سألته. تهيينا عقب هالعمر حاط عينه عليها.
الله يلعن شيطانك، دوم اللي سوالفك عاطلة. شي حرمة تقول لي رجلها اللي قلتيه؟ أنا وش بتسوي؟ إيش بسوي؟ ما بسوي شي بعد. تتحامين ببوك التاجر الغني، لكن أنا الفقير المسكين إيش عليك مني؟ لكن صدقين لو تلفين الدنيا كلها ما بتلاقين حد يحبك وحب مصلحتك كثري. يا الله بالعافية. ما مصدقتني؟ هذا الدليل قدام عيونك. الحمد لله رب العالمين، أبوي ما مقصر علي بشيء، وكفاية أنه معطني غوازي يسدني لين سنة ما بيخليني محتاجة لحد. رحومة هين ضمتنهن؟ ما يخصك يا سعدي. قا سعدي قا. اهلا 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 اهلا. يا ربي سنورة سنورة وتابع الريحة. عمي عشاك ما في بده؟ ها قاصد العشاء. ها سير سير المجلس سير. عمي والعشاء من عيوني، بس ها لا تنسى وانت تاكل تفر عينك في الأكل وتبشم وتموت، بعدين أنا أموت وراك من القهر، لأني عارف ما حد غيرك بيشهد معي. محروز محروز يا عمي، عشاك عساك الذخر وعشا مخبأ، وعسى مخباتك الدوم متروسة. لا حس مخك لحاس هالعشا. لكن لعيناك العشا والغوازي وكل اللي تتمناه، وحتى انت لك كل اللي تتمناه وعشاك عمي وعساك الذخر ان شاء الله. سير سير. خلط عكر الزميل. حلو برام. ما شبهت يوم؟ شبهت اللي سموه كاتي.
كله كله وهذا طلعتي بالبحر؟ اطمني، اصلا البحر مستغني عن طلعتي غاض بالهواري، وبيقولوا لي اوقفي عين تبين ما قصرن صيادين. نعم يلزم لمكانك. والله العظيم وابوي مزاهد على مقداننا. قاهرني هالولد يا معابد. يا بنت العلاء يا بنت الحلال ذكري ربك، واحد مساكين بعده صغير ما مزود عقله، حرصي شوية يكبر. ما قلت الكلام لولدك عابد؟ ينعاني ذا الولد. عابد يا بنت الحلال متحمل التعب والشقة من يوم هو صغير. ادعي له دعوة يكون كما عابد. انت يبي الأول ربي ولدك زين؟ ما إلا مرة كيه داخلت ببركة ضبوش تبى تفوزي علي وعلى ولدي. ماشي عقل؟ وأبويا زعلت علي، لا يكون غضبت علي. أقول حمدان؟ قول. مين الشاعر اليوم؟ أوهو الشاعر مطلوب وله سمعة وطربه بين الناس، حتى إحنا طرباني ونبى نسمعة. هو وعدني إنه ما بيتأخر علينا، اصلا القهوه ما تسيح بلا. يا حمدان هي والله هين التاجر زاهد، هين راعي الكرم والجود. تقول مين يقصد؟ وين انت؟ انت هنا وانا ادور عليك. انا موجود، محتاج شيء ولا شيء؟ محتاج عطفك وحنانك. قابل يمكن طلب عوده. ما يهمني، صدق اللي يوصلك بالشهامه والرجوله. ايش بغيت؟ بغيت عطفك وحنانك. كون قلت لك اليوم ذي الطلب ما طلبت شيء. حمدان. نعم. يجيب كوبين، واحد عطفك وواحد حنانك، وسوي لي نسكر شوي. هناك مكان السدرة، وهنا مكان الور، وهناك يودان كذا يا الله يعين. بتزرع كذا عمي وبزفه بعد. يا الله وهناك مكان العنبر يزرعونه؟ ما اظنهم يزرعونه. انا بزرعه وبسميه عنبر ضاوي. انتوا من مردوس وهذا القتال ولري. احنا طال امرك ما نحتاج امر، احنا اهل وجماعة. صدقه عمي صدقه. اقول مفاضل، ايش رايك نزرع نرجيلة عند المرصة ولا مش؟ هو الغاف ماشي غيره. غاف عشان في شوك يمنع امثالكم من دخول مزارع الناس لهودن ولمهاود. احنا مأدبين طال امرك وعارفين هين جالسين في مالنا وحلالنا، ما محتاجين لا هود ولا مهاود. وش تبى بالغوازي؟ انت عطيني اياهم وبس، ولا تبيني اتفشل قدام الريال اللي يطلب عطفي وحناني؟ بس يا ولدي اللي عندي امانه، مصروف البيت، اخاف خالتك تزعل مني. امس مستلمه مردود المزرعه والقهوه والدكاكين وخلتهم في ايد زمزم، ليش ما يوزعوا علينا المداخيل اللي نربحها كل سنه؟ تعرفي ليش؟ لان امنا ساكته وحقنا يتكوت في مندوز زمزم. اوه ليش انا مطول انها وهي قصيره؟ اه يا ولدي لو تعرف السبب.
أبو فاضل رهن لك مزرعته قبل لا يموت؟ رهنها للمرحوم أبوي الله يرحمه ويدخله الجنة. آمين. لكن متى استوى هالشيء؟ من زمان، من يوم وأنا صغير. واوي واوي تغلطان يا ضا، أبوك مسترهنها وأنت صغير، والحين بعد كل هذه السنين جاي الطالب بها؟ الحق ما يضيع بوجود عدلكم. جاوب ناجم، ليش ساكت كل هالسنين هذي؟ نسيان، نسيان يا شيخنا. ولا أبوي قايل لي الله يرحمه، قايل لي قبل لا يتوفى من يوم أنا صغير. الحقني يا شغيث، يا شغيث الحقني. احنا كنا معاك يا أم فاضل. الله يبارك فيك يا ولدي، ما تقصر. أم فاضل استريح الحين، وإن شاء الله إذا يلش حق بتاخذيه. أقول أم فاضل، جبت سكوك المزرعة؟ لا ما لقيتهم، وأصلا أنا ناسي إذا كان المزرعة لها سكوك ولا لا. سكوك المزرعة معي، ولا عندي شهود بعد. شاهد، شاهد على الواقعة المذكورة وباللي يرضي ضميره. جميلة، حلامج مصبرة. وأنا جاية من بيت ضاوي، شفت معابد. وأكيد سلمتي عليها. ما قاصر تقول لي حبيتيها على راسها. اللي مثلش لازم يحبها على راسها ألف مرة. لو أموت. أنا راح بيت شخرف زين. اسمعني خبازي، أنا جاي هنا أدلك بالتاجر، أما إنك تطول عينك على بنات الناس ترى أنا لا ربيعك ولا أعرف. إيش الكلام اللي جالس تقوله؟ أنا جاي أحذرك، إني عارفك أنت تاجر زين، وإنك تخجل من ظلك. إيش صار فيك؟ ليش تغيرت وطالت عينك؟ وأنا أعرف إنك أنت متزوج على بنت التاجر بدر النوخرة، بدر صاحب الغنجة، السفينة اللي تسافر فيها الهند والصين. إيش لي غيرك؟ إيش سوت فيك هذه البنية؟ صدقني ما أعرف، ما أعرف. هذه البنية مجننتني، أحس إنه يالي وياك. انساها انساها، ترى الرجال قال لك يريد يتزوج عليها. طيب خبرني عنها اكثر. هذه بنت تاجر عماني اجا سواحل وتزوج بنية عمانية يتيمة ما تعرف اهلها من، وجابوا هذه البنية. صار عمرها 15 سنة، مات ابوها وامها، وعلى ما اذكر هذه القصة صار لها 4 سنوات. تعرف اسم أبوها؟ إيه أعرف اسمه. ما أعرف إيش أقول لك، مشكور مشكور يا التاجر مشكور. بس كيف الحال؟ أولادي يا التاجر زاهد، أولادي بيلقون لقمة يأكلونها وثياب يلبسونها،
والأهم إني بسوي المشترى في موعده. عش يا راعي الكرم والجود. ما سألته حال من المشترى؟ والله حال أخوه، إن شاء الله حال جده، وأنا قلت بساعده يعني بساعده. قبل لا أنسى نسيت عزمك على المشترى، بتزوج زوجة ثانية. إيش؟ تتزوج الحرمة الثانية وتوك تبكي أولادي ملاقين يأكلون؟ البركة في كرمك. أنه وبعدني أولادك ملاقين يأكلوا وتبي تزوج الحرمة الثانية؟ شباب قبضوا لي دواها العيار دواها. خلينا رضقة وطش اللعينة سويد الوجه. بلية يا أخي بلية. كل سنين نزرع ونقلع مال غيرنا. عمرنا ما سمعنا ان ابو فاضل الله يرحمه احتاج لين يرهن المزرعه. وحتى لو احتاج ما بيسد حاجته غير المرحوم ابوي او اخوي عابد. وانت شناويه تسوين الحين؟ ما احس في وفي نار واريه، ما اعرف ايش اسوي ومن وين اعيش اولادي وانا حلت عن هالمزرعه بعد الله سبحانه وتعالى. يرضيك اللي صار حق المسكينه والايتام اللي وراها؟ ضاوي يجيب سكوك ما ادري من هين ويدعي ان ابو فاضل الله يرحمه رهن المزرعه لابوه. مشيت عمري. بننحرم من المصايب اذا قيت مو موجود. الله يدوم التاج لمصايبنا. ايش قال لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت على ايش ناوي بالضبط يا ضاوي؟ ناوي على الخير. سواتك هذه اكبر حرام. كنا متفقين ولا نسيت؟ لو كنت تعرف اني بشوف وجهك ما كان جيت. هين تمشي؟ انت بتغرقني في العسل. واذا بتتخلى عني قول. تهددني؟ حشا ضاوي لا تلعب علي، لأني كشفتك من ذيك الليلة. أي ليلة؟ ليلة ما صرخ سبيل في الإيرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك صابر؟ بخير عمتي بخير. وكيف تعرف عاد انك بخير ولا بشر؟ ها؟ رد علي كيف؟ ما دام انك ما تعرف تفرق بين الخير والشر. اظن في فرق عمتي ولازم يكون في فرق. ها قلت لازم. وما دام تعرف انه لازم في فرق، عيب كيف قدرت تشارك في اكل مال الايتام؟ كنت شاهد على الواقعة المذكورة وباللي يرضى ضميري. وضميرك نسى يذكرك ان من 25 سنة انت في عمر 10 سنين؟ مين شاهدك على سكوك وانت بهالعمر؟ انا ما اعرف، المهم اني كنت شاهد على الواقعة المذكورة وباللي يرضى ضميري. والغواز اللي قاعد تعدهم بعد من عند ضميرك؟ هذا ليه؟ هذا لورث ابوي. الظاهر ان ابوك وابو ضاوي طلعوا يورثونكم بعد ما شبعوا موت. خلي ضميرك يدور لك شغل بعيد عني. يا ريتك متكلم قدام ود عمك قبل لا يسافر. يا ريت. ايش بتسوي يا عبد الحميد؟ ايش بتسوي؟ ضاوي هذا داهية وبيبلشك معاه. ها شاورت عفاريتك؟ عاد هيش قالوا لك؟ ضاوي انا ما بشهد معك بالظلم. هم قالوا لك كذي؟ اخ عليكم من عفاريت اخ. هذا بدال ما تنصحونه وتقولون له الله الله في شمقك. ضاوي لا تضايق بي، قلت لك ما بشهد معك بالظلم يعني ما بشهد معك بالظلم. انت الخسران. ضاوي لا لا تضعف،
لا تضعف يا عبد الحميد. طولوا عفاريتك، ايش انتم؟ ايش قررتوا؟ خلاص خلاص، روح روح. يوم قلت لك ان عفاريتك ما فيهم ادب، ما متربيين، قاصين عليك، ما صدقتني. انا ماشي عنك، ماشي. غيب انت وعفاريتك، غيبوا. معقولة؟ معقولة يكون هو؟ أنا آخر خبر سمعته عنه إنه موجود في الهند. ليش جابه من الهند لنا هني؟ وأنت إيش دراك؟ إيش دراك إنه هو؟ أنت مين قلت لي اسمه؟ وكأنه مسمارته عن قبل. أنا أجيب لك في سواحل 100 عماني، 100 عماني بنفس الاسم. آخ لو تعرف الاسم جده وأبوه وإيش من القبائل في عمان كان صدقني هانت. أنت تعرف إني كنت ناوي أروح الهند السنة الجاية عشان بس أدور عليه؟ عيب الصك مزور. ما حد قال ان الصك مزور. وكلام فاضل. كلام عمتي على عيني وراسي. الله يهديش يا عمتي. الرجال ما يله سن. صدقه؟ كيف تقول ما له سن؟ ابوي هذا الشرع، والشرع ما يشهد الا حال البالغ العاقل. احد اعقل من صابر؟ ما لقيت مثل عقله البر. وإذا على البلوغ هو كبري، سأله. كم عمرك يا صابر؟ 90. 70 شيخ، 70. 40. 40. 40. أنا وياه كبرين. واوي. ما بيخلص لك من هالسالفة غير اليمين. شيمة، ليش اليمين؟ قال الأباوي أحلف، قال جاك الفرق. أحسنت، ما قصرت. وهذه بعد لك يا غيث، تمادى مثل ما تحب وتبى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقولون ان ام عابد تحلفت بدعوى الغيث، بدعوى انا اعوذ بالله منه. اللي اخذ المزرعه الضاوي ابو غيث. ايه بس غيث سكت عن حق ام فاضل وهو واضح قدامه. يا حرمه، الضاوي كان عنده صك. الصك مزور لأن ناجم وضاوي تعاونوا على أم فاضل، عشان كذي الدعوة بتصيب غيث. الله ينصر بك الحق وينصر الحق بك. سويت فيني معروف ما بنساه طول عمري. ضاوي ضاوي، خلي عنك دي العيار هذي. حق ما حق، اي حق؟ انت تعرف الحق؟
اشتبى. ايوه هذا هو الحكي الزين. كم تبى؟ لا 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 رد للكلمة القبلية. اشتبى مكان غيث، تقدر ولا ما تقدر؟ انت بنت من وايش من القبائل في عمان؟ خير تاج عابد؟ عن ايش كان قالت تسألك؟ كان يسألني عن اسم ابوي بس؟ يسألك عن اسم والدك؟ خبريه خبريه من والدك وبنت من انت؟ انا بنت. اسمع يا التاجر عابد، انا وعدت ابوها ارعاها واحافظ عليها وبتزوجها، لكن بعد ما اخذ ثمن القرنفل منك. انت ما بتتزوجها،